les mines de charbon de Kenadza, situées à une vingtaine de kilomètres, ont permis, malgré le lourd handicap climatique, de lancer un pari enfin marocain du bassin houlier de Kenadza, découvert en 1907 et dont l'exploitation, commencée pendant la guerre de 1914 par les chemins de fer algériens, n'a pu être sérieusement menée que depuis 1940. Les ouvriers, tous musulmans, bénéficient des mêmes conditions de travail que les mineurs européens. Et grâce à une parfaite coordination, l'exploitation, en dépit des difficultés causées par la faible épaisseur des couches, est montée de 20 000 tonnes en 1939 à 200 000 tonnes en 1945. Le charbon de Kenadza satisfait au tiers des besoins de l'Algérie. Et Kenadza est un symbole, le symbole d'un effort prodigieux, nécessité par la guerre et l'isolement de l'Algérie, devenue dans la paix, une source de prospérité. القنادسة أو العوينة كما كانت تسمى قديما، هي إحدى دوائر ولاية بشار تبعد عنها بحوالي 20 كيلومتر. تعد أول مدينة توهج فيها مصباح في إفريقيا بعد اكتشاف الفحم الحجري بها. من هنا نسمع أنين أولئك الذين قادوا في الأنفاق في منجم الفحم الحجري. حدثتكم في الغار عن ضحايا منجم الفحم الحجري. عودوا إلى القنادسة، إلى هذه الذاكرة لتستلهموا منها تضحيات أبائنا وأجدادنا. رحم الله أولئك الذين قادوا في منجم القنادسة. أستاذ سلطاني مختار، حدثنا أكثر حول هذا التاريخ الذي ما زال حاضرا ها هنا في القنادسة، كل ذرة فحم هنا تقول الكثير عن هذا التاريخ، تاريخ منجم الفحم الحجري هنا في القنادسة. نعم، نحن أمام هذا الشرح تاريخي لحامل في طياته أنين وتعب وعرق بطنا وجدودنا، حيث القنادسة معروفة بأنها حوض منجم بوادر الفحم في سنة 1808. من ثم داك لي شونتيون هذاك عطاه الشيخ تاع الزاوية سيدي إبراهيم. سيدي إبراهيم عاود عطاه للحاكم العسكري اللي كان في بل هذه، يقولوا له لو كابيتان كاوفان. هذا كاوفان صيفطو ليوطي، لو ماريشال ليوطي كان الحاكم العسكري نتاع التريتوار داين صفرة، من عين صفرة إلى الركان، كنا تحت الحكم العسكري. من تما وداك لي شونتيو يمشي من موضع لموضع، حتى نعطاوه لجيولوج دو رونومي مونديال، يعني عنده شيء عالمي، يقولوا له فلامو. هذا فلامو تبت باللي القنادسة حوض منجمي بامتياز. من ديك الساعة من 1910 كومشات تنقيب وكومشات لا باش بداو اون سونترال لا فابور او 1914 حفروا منجم صغير لي ياليمونتيو بيه المحطة الكهربائية تمشي بالفحم. قنادسة شعل عندها المصباح 1914. المهم هذه حاجة تقنية، من ذاك الوقت أول مصباح يشعل في إفريقيا، في إفريقيا بعد جوهانسبورغ، بعد إفريقيا الجنوبية، وبعد حتى من القرى في فرنسا وفي إسبانيا. قبل نعم بقات دروك، يعني يبقى البحث على الشربون العروق، ويقول لك لي فان دو شربون، يقول لك العرق نتاع الشربون ماشي 80 90 الى 100 سنتيمتر، يتبعوها المهم
في سنة 1717 خرجت أول طن نتاع شاربون لاستغلال فرنسا. من ذاك العهد ولات الإنتاج يتطور، ولا يتطور كل سنة يتطور. مثل الهدوء واش نعم دوك نجيك. بدا الفحم كان يخرج خام ويمشي في القطار إلى العين الصفراء، من العين الصفراء يديه القطار إلى الغزاول، من بعد فكروا باللي يديروا خط سكة حديدية للقنادسة وخط حديدية للعبادلة، الخطرة حدا عبادلة كاين كسيكسو كاين منجم واحد آخر. المهم قعدت الإنتاج يتمشى ألو بناو هاد المحطة نتاع تكرير الفحم. هاد الغبار اللي راكم تشوفوه هذا هنا كله الكشرة اللي مغطية الشرب، يقلع له الكشرة ويتمشى. إذن هاد البقايا الفحم الحجري اللي راني نشوفوها هذه القشرة اللي تغطي الشربون، القشرة اللي تغطي الشربون وتلقاي الشربون فيها أسود بارق. المهم يتكرر في هذا المكان هنا كان يتكرر. دوك نجيك هنايا القطار كان يريد هنا، وكانت 60 ولا 70 فاغون قطيره قاطر فاغون يمشي منا من القناه الى الغزوات. الغزوات كان حوض كان ميناء منجمي يعني بور ميني، من تما يدخل الفحم عليكم يدخل للشواطئ مارشيليا ويتدفق في اوروبا وسيرتو فرنسا. نشير هنايا في الربعينات فرنسا ضعفت او على ثلاثة الانتاج. لماذا؟ لان كل الابار نتاعها نتاع الفحم يعني اصيبوا من السلاح الجوي الالماني، بداو يكومبونسيو بالشربون تاع قنادسة. الشربون تاع قنادسة خدم فرنسا حرك لها دواليبها، كانت تطلب حرك لها دواليبها تاع المعامل تاعها. اذا دروك هنا هذا المعلم هذا غير على وعياني انا، ما كانش غير في 63 64 مازال كان يتكرر الشربون هنا. قالوا الشربون كان يخرج على ثلاث انواع، انواع يقولوا له لانوا، وانواع يقولوا له لوغرا، وانواع يقولوا له توفنو، والنوع الجيد الجيد هو لو شلام. هذه كلمه مصطلح الماني يقول لو شلام هو الشربون اللي عباره عن طين. ها هو الحوض نتاعو كان هنا، وراه وين كانوا يجبدوه الشلام، وغالي هذا كان يحركوا به لي سونترال تيرميك، لي سونترال اللي تمشى بالفحم الحجري. دروك رحنا نتسائلوا، هذا معلم وشاهد على قيمة العمال الشاق تاع جدودنا وباتنا وقيمة الخيرات نتاعنا وين كانت تمشي؟ كانت تمشي لفرنسا، فرنسا تبيع، كانت الحرب العالمية والإيكونومي هابطة وما كانش البترول ديك القيس يتمشى من قنادسة من هذا الحوض هذا. دروك رحنا نتساءلوا هذا المعلم هذا شاهد هم الدولو الطولة نتاعو الدولو الحديد يبيعوه للفوندري للأسف. يعني هذا تخريب الذاكرة وتخريب معلم أثري اللي من المفروض أنا نحمو هذا المعلم الأثري. نعم من المفروض نحمو هذا المعلم الأثري، نحموه هي دارها من ذاكرة سيتا فيت دو ميموار، سيتا الذاكرة نتاعنا الذاكرة نتاعنا. الشربون كان يمشي من فرنسا
واحد تاع تي في صحفيه قاوريه قالت لي ونوجادي كو لو شاربون دو كندا اي تكسيل نا با اون تونور دو شوف. قلت لها وي مدام باسكو فيه لي زانغريديون تاع جدودنا فيه العرق والدم والانين. تعرف القنادسة بهدوئها وبجمالها وبمعالمها الدينية والطبيعية، فهي مدينة الولي الصالح سيدي محمد بن أبي زيان، والذي عرفت القنادسة بمقولته الشهيرة اللي بغى لهنا يجي لهنا. زاوية الولي الصالح سيدي محمد بن أبي زيان لازالت قائمة بالقصر العتيق بالقنادسة، والذي يضم الخزانة الزيانية ويشهد على أصالة المنطقة. كل شبر في القنادسة يقول أصالتها، أبنيتها القديمة، أزقتها، بساتينها. لكن الزائر للقنادسة يلفت انتباهه أكوام بقايا الفحم الحجري والقاطرة التي تنتصب في مدخل المدينة الهادئة، ليشده الفضول لمعرفة أسرار منجم الفحم وحكاية معاناة عماله من أبناء القنادسة الذين استغلهم الاحتلال الفرنسي أبشع استغلال ليحصل على الفحم الحجري لينير أوروبا ويبقي القنادسة والجزائر في ظلمات الاحتلال. معاناة السكان تاعنا اولا معاناة دائمة مستدامة مع هذه البقايا. يبداو الصباح عنده 14 ساعة، يبداو الصباح الى الى الى, إلى, إلى 14 ساعة 12 ساعة 14 ساعة في غيابة الانفاق تاع الشرب، وخص الانتاج يكون عالي. عطابيري خدام ما عندوش يخلص بالكنزينة، يعني كل 15 يوم يعطيوا داك المبلغ ما يكفيش حتى الكفن تاعو ولا باش يخلص اللي خصو، ويدي معاه قردة تاع ماء وقريعة فيها لاتاي وخبزة تاع الفرينة تاع الكوشة تاع العرب. جاوبين واش هاد التغذية تقاوم الجهد والكالوري اللي يسحقوا، وكاين ديزيبولمون يعني كاين ردم كان يطيح على الناس، كاين وين كانت تشعل النار في الغار، كاين اللي راهو ميتيلي يعني معطوبين، كاين اللي مشات له يدو، كاين اللي مشات له رجلو، كاين اللي قبطوا الكروه يعني ما مزقتو، كاين اللي يعني معاناة. ونزيد حاجة، أنا في البحث نتاعي شدت في لي روجيستر الوفيات، نسبة الوفيات كانت ما يفوتوش 45 عام، 35 45 الى اقصى 50 سنة ما كانوش يفوتوها يموتوا. السيليكوز يعني وهو داء يعني الغبرة تاع الشربون في هذاك كان اثر له على المشارين تاعهم على الهرمون تاعهم وعدة امراض اخرى. ونزيدك يعني اكثر العرامل لي فوف موجودين في قناتها، كانت عندنا زنقة في قناتها من عين سيدي مبارك إلى الواد سيدي مخفي، كنا نقولوا لها لا ريو كارون، علاه سميناها لا ريو كارون؟ كانت فيها 40 هجالة،
رجعتهم قتلتهم السيليكون وخلاتنا فرنسا هاد هي عمرت الحقيبة نتاعها وخلاتنا هاد المعلم اللي ذكرنا يذكرنا بمعاناة يذكرنا باللي المعمر غنى على ظهر عرقنا عرق جدودنا وظهر ترواتنا وظهر والحمد لله اللي اول نوفمبر دار حد لهذا الشيء. ستبقى بقايا الفحم الحجري شاهدة على وجه الاستعمار الأسود، ومهما لف الصمت المكان فإنه لا يكاد ينطق بأنين أولئك الذين قضوا في غياب أنفاق المنجم رحمهم الله برحمته الواسعة. القناديسة، إلى اللقاء.